اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة صحية والأكل صحي. احنا محددين يوم الحد من كل أسبوع بيكون الأكل بتاعنا هيلسي بقدر الإمكان، بنهرب من المواد الدهنية اللي موجودة في الأكل أو في الطبق اللي بنعمله، حتى لو كان طبق أومليت، يعني طبق بيض بالخضار، بيض باللحمة وهكذا. النهاردة معايا البامية الطازة الخضراء مش مجمدة، جايبينها قطفينها زي الفل. الصورة الحلوة على الشاشة بتتكلم مصري. البامية دي هناخدها نعملها النهاردة بطريقة جديدة، نوع من أنواع المقبلات، حاجة كده زي سلطة الفاصوليا الخضراء أو سلطة البسلة من هذا الشكل يعني. هنشوف نعملها بالكزبرة الخضراء مع زيت زيتون وعصير حمض، ده الجديد النهاردة. معانا برضو نوع فراخ النهارده هنعمله مع الاناناس. دايما الاختلاط ما بين الفواكه والدجاج او اللحوم بياخد حرص شويه عشان نحافظ على طعم اللحمه او الفراخ. ده المطبخ الاسيوي، دي المدرسه بتاعته. الشيف المغازي النهارده هيجود في الموضوع ويخلي العسل الاسود بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري يشارك في الطبق ده، بما ان العسل الاسود مهم جدا لعلاج الانيميا وبيعالج الانيميا والوقايه من الانيميا، فاحنا نهتم بيه شويه مش ناكله مع الفطير المشلتت وخلاص. معانا النهارده نوع من انواع الكب كيك لطيف وجميل بالقرع العسلي. الاطفال الحلوين مش بياكلوا القرع العسلي زينا، يشربوه شوربه مهلبيه والحاجات ديت. النهارده هنعمل لهم طعم في الكب كيك اللي بيحبوه مع القرع العسلي، نشوف ازاي نقدمه كب كيك لطيف وجميل ياخد برده فليفر من الليمون فيتامين سي. يعني الاكل من الاخر بطريقه جديده النهارده وبطريقه صحيه وفي العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، والاكل صحي النهارده من قلب الثلاجه، بس هنهرب من المواد الدهنيه والحاجات اللي ممكن تؤدي لتخنه ووزن زياده. هنعمل دلوقتي الباميه مقبلات. مقادير الباميه على الشاشه: باميه طازه جبناها أمعناها خضرة المجمدة ما تنفعش في الطبق ده، وبعد كده معانا زيت زيتون، عصير ليمون، كزبرة خضرة، وتوم معانا، وبصلة ناعمة. وأعمل طبق مقبلات من البامية الحلوة اللي معانا دي كده وإحنا شغالين مع بعض. طاسة أخبارها إيه؟ عايزها درجة حرارتها عالية جدا. بالشكل ده كده، زيت زيتون اشيلها خالص من هنا اهي، لغيتها حبيبي. حلو، زيت زيتون، بحط على زيت الزيتون ده يا عم الشيف فص توم حلو كده، وما استناش عليه لما يتحمر. انزل بالباميه بتاعتي دي كده، تعالي يا حلوه، دي اللي بتتعمل ويكا، خلي بالك. حاجه جديده دي يا شيف. فين اللحمه؟ فين صوص الطماطم؟ دي حاجة مختلفة بقى شوية النهاردة. البامية بتاعت النهاردة اللي أنا بعملها بطريقة جديدة، حضراتكم لازم تعرفوا إيه القصة بالظبط. دي ما فيهاش لا طماطم ولا شوربة لحمة ولا شوربة فراخ. أنا بعملها نوع من أنواع المقبلات. التومية مع زيت الزيتون مع البامية، كل ده مع بعض، وحطيت الملح. هتقولي ليه حطيت ملح يا شيف؟ عشان البامية تاخد اللون الأخضر بتاعها. حلو الكلام. وأسيبها بقى وأغطيها شوية. بس خلصت البامية. تاخد الغلوة التمام. أنا عايز أشوف خضار البامية اللي كان موجود على الشاشة من شوية وخضار البامية في قلب الحلة بعد الشيف ما غطاها. بص أهو إيه الجمال ده، أهو ده، أهو ساحر يا مغازي، أهو هو ده. اخضرت إزاي بقدرة قادر؟ هي ذرة الملح اللي حطيتها قبل المية. هسيبها تستوي، مش ههرسها، هقدمها زي ما هي، بس هحط لها بعد ما تستوي هصفيها واحط لها عصير حامض، كزبره خضراء، زيت زيتون، زي البطاطا الحاره بالظبط لما بنعملها. اغطيها واخليها على جنب. حلو، تعالوا مع بعض نشوف الباميه وصلت لفين. نجهز لها الطشه بتاعتها في طاسه كده، بس 3 دقايق. طيب تمام زي الفل، نعمه. تعالوا نخلص، هو ده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي الباميه بتاعتنا سريعا كده واحنا شغالين. طاسة صغيرة كده حلوة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي الفل. واحط فيها شوية زيت زيتون والبامية بتستوي. دي طريقة جديدة، وقولوا معايا حصريا على شاشة القناة الأولى: زيت زيتون، حلو، فص توم، ما استناش على التوم ده لما يتحمر. عندي كزبرة خضراء، دي مفرومه ودي سليمه، بس عشان نعرف الفرق بين الاثنين اوعى تحط بقدونس،
الباميه دي عشان تطلع معاكي بالطعم اللي انت عايزاه تحط كزبره خضراء. اهي وانا شغال كده استنى بس على التومه دي ما تاخد لون، مش لون قوي يعني، مش عايزه تحمر علشان ما تمررش الباميه بتاعتي. اه معايا عصير ليمون هنا، حلو قوي، جميل قوي. اه يلا نجهز الطبق اللي نقدم فيه الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا كده حلوه، مخرجنا الباميه هنا. اه لازم انسق مع الاستاذ المخرج وضع الاطباق وترتيبها لكي نستخرج صوره جيده. ادي التومه مع زيت الزيتون، استنى عليها كده وانزل بالكزبره الخضراء. اهي دي كزبره خضراء، كلها مع بعضها كده زي الفل. تمام، واقلبها كده. وانا بقلبها انا حاطط ملح، خلي بالك حاطط ملح على الباميه، اوعى تحط ملح هنا. تحط ايه بقى؟ شويه كمون، شويه عصير ليمون، اخدهم كده زي ما هم. اخبار الباميه ايه؟ زي الفل، بتناديني بتناديني تاني ليه. ناخد الباميه دي نصفيها بسرعه، اللهم صل على النبي، علشان مش عايز الميه بتاعتها، ده الطبيعي. بقدر الامكان نتخلص من الميه. تمام زي الفل، خدت زي ما هي كده. حد اكل الباميه بالطريقه دي قبل كده؟ وانزل بالخلطه اللي انا عملتها دي كده. واقلب الخلطه دي عليها، فيها عصير حامض؟ ولا حاجه خالص. لا لا لا، دي سلطه تتاكل نيه، الباميه دي هتتاكل نيه خالص. هنخش بقى في طماطم، بقت موضوع تاني. يبقى عليكي بكيلو لحمه ضاني، كلفي جيبك. ناخد الباميه زي ما هي كده يا عم الشيف، نغرفها. الف هنا وشفا، بس للامانه هي تبقى حلوه لما تتحط في التلاجة. حقوق الطبع لدينا وبس، والاختراع على شاشه القناه الاولى، الفكر الطهوي والابداع والرؤية. باميه لونها في الطبق بتتكلم مصري، شفتوا الخضار بتاعها زي الفل. الجرنش بتاعها ممكن يكون حاجه حمراء لطيفه جميله، فلفل زي ما احنا عايزين، طماطم هي بتحب الطماطم مفيش مشكله. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، كل يوم في رؤيه وفن وابداع، ولكن حريصين كل الحرص ان احنا معانا اطفال حلوين، معانا كبار سن، معانا اسره قاعده على السفره، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكلات اللي تناسب اعمارهم، وخاصه الاطفال لان عندهم سن معين كده بيحتاج الاكلات اللي فيها كالسيوم ومعادن عشان يبنوا اجسام ويقدروا يواجهوا مشاكل الحياه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.